على بتفور الفانيليا، نص كيلو زبده، حطيت لهم 200 جرام سكر بودره منخول، حطيت لهم كمان 4 ابيض بيض مع ذره فانيليا، وبعد كده 625 جرام دقيق مع ذره ملح. عايزه شوكولاته بتدي له عندك نص كوبايه دي الشوكولاته عباره عن 400 جرام من الزبده، 100 جرام من كريمه الشوكولاته، وحطيت لها 4 ابيض بيض مع ذره فانيليا، وبعد كده 575 من الدقيق الابيض، وحطيت لهم 50 جرام كاكاو عشان تطلع بطعم الشوكولاته. اما هنا اهو بطعم الريد فيلفت، حطيت هنا 400 جرام من الزبده، 100 جرام من الجبنه الكريمي، 200 جرام من السكر، 4 ابيض بيض وذره فانيليا. ادي الابيض بيض اهو، عشان ايه احطه؟ لازم احط له ايه؟ عندي هنا معلقه صغيره على الدقيق اهو من الكاكاو، معلقه صغيره من الكاكاو عشان يبقى مخملي، وبعد كده بجيب اللون الاحمر الغذائي احطه على الابيض بيض. افتح لي دي يا ربيع كويس. ربيع افتح لي اللون ده. يبقى حطيت الزبده هنا والجبنه الكريمه والسكر، هسيبها كده لحد ما احط لها دي. عايزين نقول برده كل سنه وانتم طيبين زمايلنا ابراهيم وهشام واي حد ناسينه، يعني طبعا وعد وفرح وجمانة حبيبتنا، كل سنه وانتم طيبين وعيد شم النسيم بخير يا رب. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه، كل اللي موجودين معانا في الاستوديو كمان، والاجهزه والمهندسين طبعا وفريق التقارير والاضاءه والصوت، وهنا في الفلور والانتاج والتقارير الخارجيه. كل سنه وانتم طيبين. بس قلب البيتفور ده بتاع ريد فيلفت، قطعت لك ورده، انا بقطع لك كمتريه دلوقتي عشان بعد ما يستووا يبردوا ونلزقهم في بعض بمربى ونغطسهم في شوكولاته. استاذ سماحه واستاذ منير، هابي شم النسيم ده اهم حاجه. واستاذ ابراهيم قلته طبعا، قطعته شكل كمتريه بالشكل ده. وادخله الفرن برضه على درجه حراره 180. ايوه 25 دقيقه. قطعته ازاي كده يا شيف؟ كمتريه بقلوبه مش هعرف. هات لي سك فاضي هتعلمني. شوف الورده يا حسني زي ما هي ما فرشتش ليه؟ لان المقادير مظبوطه. ايوه المقادير اللي مش مظبوطه هتفرش. صح، فخدي بالك من ده. قدامك اهو متقطعه مقدامي، ده الورده وهنا دي الكمتريه. الدكتوره بترسم. بقول لك ايه يا حسني، ما تشغل لنا الدنيا ربيع في الخلفيه ولا بس بقى بتشغلي الكمتريه؟ والله لسه بدري بدري، مش سامعين يا ابو شاينة. علو لا والله مش سامعين حاجه. انت سامع الدنيا ربيع؟ لا مش شغال. لا مش شغال. انتوا متهيألكم بصي الكمتريه ازاي بتقلبي اهو، بتسحبيها كده بتديها قدام وترجعيها ورا. الله دي سهله، دي البتفورايه. البتفورايه واحنا فاكرين الموضوع بالشكل ده اهو، قدام وورا تسحبي كده زي الكمتريه. اجي اجرب؟ تعالي اهو شفتهم لك اهو. ما اعرفش النهارده، انا حاسه انا عندي الريد فيلفت، حطيت الزبده والجبنه الكريمه والسكر يا حسني، احط الابيض بيض اللي انا اديته لون غذائي احمر، واحط عليه شويه عصير ليمون وشويه من الماء الفانيليا وشويه بشر ليمون، وهنا حطيت على الدقيق معلقه صغيره من الكاكاو يا حسني وذره ملح. مش زي بتوعك يا شيف. ايه؟ لا انت اتدربي هتطلع احسن من بتاعتي. احط الدقيق اللي انا حطيت له معلقه صغيره من الكاكاو عشان يدي احمر مخملي، والجبنه الكريمي وبشر ليمون وعصير ليمون مهم جدا في الايه بتفور ريد فيلفت. يا جمال وريني كده تاني. اعملها لك بص اهو، اهم حاجه مسكتك انت في الكيس، ماسكه الكيس اهم حاجه، ماسكه الكيس كده تبقى زي القلم كده او زي الفنانه على الفرشه. اوكي بصي اهو، تعملي واحده اهو كده وتسحبي كده، بص اقعد قدام اهو وتروحي سحبه كده اهو، بص اهو بكل سهوله. طب استنى 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 هنزل لك الكريمه كلها.